معلش انا اسف اني تدخلت. يا لا يا فندم اتفضل تحت امرك. لكن انا بس عايز اقول هنا لما كنا بنتكلم في اثناء العرض بتاع السيده وزيره الصحه على موضوع الانجاب وتاثيره، وكمان الدكتوره وزيره التخطيط بتتكلم على التجارب الاخرين ونتائجهم، انا عايز اقول لكم صحيح احنا كلنا بدانا سنه 60، لكن احنا ما وصلناش ابدا على مدار حتى الفترات اللي انخفضنا فيها بنفس المعدلات اللي انخفضت بها الدول التانية. الدليل احنا في افضل حالاتنا كان 3.3 سنة 2000، مش كده؟ طيب غيرنا كان فين؟ غيرنا كان 1.5 و2.1 من 10 و2.8 من 10، يعني احنا برضو ما وصلناش ابدا لمعدلات معتبرة مع الوضع، في الاعتبار ان الدول اللي موجودة دي بالكامل عدد سكانها حتى الان عدد سكان اقل كتير مننا، يعني باستثناء مثلا دولة زي ايران افتكر هي الاكتر من بقية الدول، واحنا طبعا الاكبر من الكل دلوقتي. حتى السيناريو اللي الدكتورة هالة بتطلبه مننا ده في تقديري سيناريو، رغم انه امل الحكومة وجهدها فيه، لكن انا بقول لكم بطبيعه الحال انا بحب دايما اعمل يعني اجراءات ونجاح دائما في اي مستهدف بشكل غير مسبوق. ولو انتم عايزين تعملوا للدوله المصريه ولاولادكم انا عايز اقول لكم على حاجه هنا، هو انتم مش في 2011 عملتوا ثوره وخرجتوا عشان تحسنوا من احوالكم؟ كان المفروض ان الناس تعرف ان الاحوال ما بتتحسنش الا اذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدراتنا، قدراتنا الاقتصاديه وقدرتنا في التشغيل والموازنه العامه للدوله اللي هتنفق على العدد ده. نصيب الانسان كام؟ وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، قلت دوله زي مصر تعدادها اللي يصل لل، انا ما خرجتش عن سياق الموضوع، لكن طالما ان ده ما تحققش انتم مش هتشعروا ان في يعني في انفاق حقيقي مناسب ليكم. يعني لو انا 100 مليون النهارده، انا بقول لكم الرقم المناسب لل 100 مليون هو تريليون دولار، يعني كان بالجنيه المصري تقريبا 16 تريليون جنيه، مش كده يا دكتوره؟ ده الرقم اللي هو يتناسب مع عدد سكاننا. طب لو الرقم ده مش موجود يبقى لازم تعرفوا ان ده هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي ولن تجدوا ما تتمنوه. وعشان كده لما انا قلت مره من سنه يمكن ولا اكتر قلت ان النمو السكاني ده امن قومي، لان هو في الاخر بيخلي الناس تبقى مش راضيه، ودام المواطن مش راضي هيبقى مستفز، وممكن حد يحبس بعقله ويقول له ان انت اللي انت فيه ده هو عيب دولة، هي عيب حكومة، لكن اللي احنا فيه ده هي ظروف حالتنا، مش ابدا عيب حكومة بغض النظر عن اداء الحكومة اي حكومة واي رئيس. لكن في النهاية ما كانش الارقام اللي انا بقول عليها دي تبقى موجودة معانا موجودة. وانا بقول لكل مفكر وكل مثقف وكل سياسي بيتكلم في الموضوع ده ويهمه امان واستقرار مصر لازم يعرف ان عمر ما هيحصل ده الا لما يبقى فيه ارقام معتبره تلبي حاجات ومطالب الناس. هو النهارده لو انا بيخرج لسوق العمل 800-900 ألف كل سنه يا دكتوره، هو اني فرص عمل ديت اللي ممكن اي دوله تحقق لهم تشغيل حقيقي؟ يعني ايه تشغيل حقيقي؟ يعني تشغيل بدخل مناسب، مش كده؟ لائق مستدام ولائق زي ما حضرتك بتقولي. هنعمله بكام؟ هي الفرصة العمل بكام؟ ده فرصة العمل بتتروح بين 100 ألف والمليون. لو 100 ألف اضرب بقى في يعني 100 مليار عشان اعمل لهم تشغيل، او اضرب بقى 900 مليار خليه مليون، فمين هيقدر على ده؟ وبالتالي تتحول كل مواطن وكل انسان قاعد في بيته
لها شعور بعدم الراحة وعدم السعادة وعدم الرضا. انتوا فين؟ سايبيننا ليه؟ صحيح. انتوا مش متوفروا لنا مطالبنا ليه؟ صحيح. انت التعليم اللي عندكم مش جيد ليه؟ صحيح. انت ليه الطرق بتاعتكم مش مكفيانا؟ صحيح. المواصلات مش جيدة ليه؟ صحيح. واي قطاع من القطاعات، واي قطاع من القطاعات هيبقى كده. وبالتالي حتى لما الدكتورة تقول المستهدف المتواضع اللي هو يعني اللي بيأملوه انه يبقى، لا طبعا، ده المستهدف الحقيقي لازم نبقى لمؤاخذة اقل من الواحد. طب ازاي؟ انا معرفش. اقل من الواحد بقى، انا اجيب ولادي ارميهم في الدنيا يضيعوا مني؟ لا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اهتم ولا عارف هيشتغلوا ازاي بعد كده. ونيجي بعد كده نبص نلاقي بلدنا نصها 50% منه عشوائيات، وبنبني على الارض الزراعيه عشان نسكن ولادنا معانا ونجوزهم على وناكل الارض اللي بناكل منها. انا مش بتكلم، انا واحد منكم، وعمري ابدا ما هقول لكم غير. والمناسبه هاتوا الكلام اللي انا اتكلمت فيه في الترشح هتلاقوني اتكلمت في الموضوعات دي. ما قلتش الناس بقى اللي قبل مننا كانوا مش شاطرين واحنا شاطرين، لا ما قلتش كده. وزمايلي بيقعدوا معايا في كل اللقاءات، ولا يا دكتور مصطفى عمري يا دكتور هل احنا اتكلمنا وقلنا واحنا قاعدين احنا احسن من اللي قبل مننا؟ لا طبعا، لكن احنا بنحاول نجابه ظروفنا. ومن ضمن المجابهه تقول طب ما انت ما اتكلمتش من 5 6 سنين في الموضوع ليه؟ ارد اقول لكم يا ترى انتوا كنتوا جاهزين تسمعوا؟ في موضوعات ما بينفعش نطرحها الا في مناسبه، يعني في اولويات وفي مراحل للتعامل مع ازماتنا. دلوقتي وجب التعامل مع الازمه ديت، والتعامل معها ايه؟ بشكل طموح. اشمعنى انتوا لو جيت قلت لكم ازود المرتب مثلا يعني 10,000 جنيه ولا 1000 جنيه هتقولوا لي ايه؟ هات ال 10,000. طب اشمعنى لما جيتوا في الحته دي؟ لا طبعا انا عشمان وبامل في الحكومه وفي الناس، وبقول للناس والله والله انتوا بتحملوا نفسكم واولادكم والدوله امر فوق طاقتها، وبالتالي تصوروا وتخرجوا للشوارع تهدوا بلادكم وتفضل المسلسل شغال خراب في خراب. تاني بتكرر الكلام بتاع الثورات. ايوه الناس عايزه تعيش. طب نعيش ازاي؟ علاقه اللي الدكتوره بتقوله باللي انا بقوله هو اساس استقرار الدوله المصريه والحفاظ على امنها وسلامتها، وان الشعب ده 100 مليون يبقى في امان وسلام. ايه القضايا؟ اهي القضايا، مش حريه الراي بس، ومش حريه التعبير بس، ومش النظام السياسي بس، لا 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 لا. القضايا ديت هتحلوها ازاي؟ لان في الاخر كل اللي بيتعمل واي نظام بيتعمل في الدولة الهدف منه الوصول الى ايجاد حلول للناس. انا مش عايز اكون مبالغ عشان ما تقولوش يعني اللي بذلته الحكومة خلال ال5 6 سنين اللي فاتوا والله معتبر وعظيم وضخم جدا وغير متوقع. انا مش بتكلم علينا احنا، غير متوقع لينا، لا غير متوقع. كل الناس بتقول ازاي انتوا عملتوا كده وازاي هتعملوا اللي هتعملوه، لكن في النهاية مهما عملنا من غير ما نظبط النقطة دي، ونظبطها ايه؟ مش 1.5 لا 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 لا، ده احنا واحد يعني ازاي؟ انا معرفش، لكن غير كده ما تلوموش حد تاني، مش الدولة مش الحكومة، لا. شكرا شكرا يا فندم.